الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم المعلومات والحقائق للشعب. ورئيس الحكومة يؤكد: سنتصدى للفساد بكل حزم ونعمل على ضبط الأسعار. والقضاء يبدأ نظر الطعون على الانتخابات والمستبعدين من الترشح. والرئيس يحذر في لقاء رئيس المجلس الأوروبي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من الحياة. اليوم في بداية الأسبوع أدت الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. قبل ما نتكلم عن تفاصيل الحكومة الجديدة وتوجيهات الرئيس لها، كان الملاحظ ردود فعل البعض على الحكومة إنها جديدة هتقعد شهرين بس ويجي البرلمان يسمي رئيس الحكومة الجديد ويختاره. والحقيقة الكلام ده لجانب أنه مش دقيق قوي، لكن كمان هو كلام سلبي للغاية في التعامل مع الحكومة سواء جوه مصر أو بره مصر. لأن اللي شفناه النهاردة في توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة إنها مش حكومة شهرين وخلاص زي ما البعض بيردد، لأن توجيهات الرئيس اشتملت على 6 محاور ما نقدرش أبدا نتكلم عنهم أو إن الحكومة تشتغل في اتجاههم والتحقيقهم في مجرد شهرين. لازم كمان نقول إن المادة 146 من الدستور اللي بتتكلم عن تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، يعني الكلام ده عكس الشائع إن البرلمان هو اللي هيسمي الحكومة الجديد وخلاص، وبالتالي إن رئيس الحكومة الحالي بعد شهرين يمشي أول ما يتم انتخاب المجلس. معنى الكلام ده إن الحكومة الحالية مستمرة بالوزراء اللي هيثبتوا كفاءتهم، وإن عملية التغيير مرتبطة بنجاح الحكومة من عدمه، مش مرتبطة بس بمجرد انتخاب البرلمان زي ما البعض متصور. لازم نتعامل مع الحكومة باعتبار إنها حكومة ليست مؤقتة، لكن مفيش حاجة اسمها حكومة مؤقتة أو تخلص في شهرين في ظل الظروف الصعبة اللي بنمر بيها. حكومة هيكون عليها تكليفات محددة لازم تشتغل في تحقيقها، لأننا لا نملك طرف تغيير حكومة كل شهرين. على كل الأحوال اللي عايزين نأكد عليه واللي عايزين نقوله أن الحكومة الحالية مرهونة بأدائها، إذا كان أدائها كويس ممكن تحظى بثقة البرلمان وتكمل أو يكمل الوزراء الجديدين منهم. على كل الأحوال لا نملك سوى تمني النجاح للحكومة الجديدة في عملها، لأن اللحظة صعبة جدا والمشكلات كتيرة ومعقدة وتحتاج لتكاتف الجميع علشان ندخل لمرحلة جديدة نتمنى الخير والاستقرار للبلد بإذن الله. نشوف بقى حلف اليمين النهارده، وكما هي العاده يعني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل حاجه بتبتدي بدري، الصبح من بدري. الساعه 8:30 الصبح المصريين تابعوا اداء اليمين الدستوريه لحكومه المهندس شريف اسماعيل امام الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحكومه الجديده شهدت استمرار 17 وزير في مناصبهم ومشاركه 16 وزير جديد بالحكومه. تم دمج وزاره الصحه والسكان ووزاره الاسكان والتطوير الحضري، كمان التربيه والتعليم مع التعليم الفني والتعليم العالي مع البحث العلمي، وتم استحداث وزارة جديدة هي وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتغيرت اسم وزارة العدالة الانتقالية لوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، طبعا مؤشر على العودة للحياة البرلمانية، وتخصيص ممثل الحكومة في التعامل مع البرلمان المنتظر انتخابه في غضون الأسابيع المقبلة. المهم ان بعد ما تم حلف الحكومة حلف اليمين التقى
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء الحكومة الجديدة بكامل تشكيلها برئاسة المهندس شريف إسماعيل. والسفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس شدد على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة استكمال البنية الديمقراطية للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا زيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري. وعن علاقة الحكومة بالشعب الرئيس وجه بتحقيق أكبر قدر من التواصل ما بين الوزارات وما بين مختلف فئات الشعب لتعريف المواطنين بحقيقة الموقف وإمداد المواطن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة بالتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام. السفير علاء يوسف ذكر أيضا أن الرئيس أولى اهتمام خاص لشباب مصر والتفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتدريبهم وتأهيلهم ككوادر مستقبلية، ونوه لأهمية إعادة وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج لتفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج بشكل عام، وأهمية توفير قناة تواصل مباشرة معهم تتلقى أفكارهم وتمد ليهم يد العون. كمان رئيس الوزراء عقد أول اجتماع لبحث مستجدات والاستعدادات لعيد الأضحى، ووجه خلال هذا اللقاء برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتوفير سيارات على الطرق السريعة، وطلب من وزير الداخلية أنه يتم نشر الأكمنة على الطرق وتوفير السلع التموينية. بأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكون بذلك المهندس شريف إسماعيل هو ثاني رئيس حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسابع رئيس للوزراء منذ ثورة 25 من يناير، وتكون حكومته هي ثالثة خلال 15 شهرا من ولاية السيسي الرئاسية والحكومة الخامسة منذ ثورة 30 من يونيو. ويعد إسماعيل من أقدم الوزراء استمرارا في منصبه منذ ثورة 30 من يونيو من عام 2013، حيث تم تعيينه كوزير للبترول والثروة المعدنية بحكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوي في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ومستمر معه كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام زعزوع الذي استعاد منصبه مجددا وزيرا للسياحة. حكومة جديدة تم فيها الإبقاء على 17 وزيرا وتغيير 16 من بينهم وزراء التنمية المحلية، السياحة، الزراعة، النقل، التعاون الدولي، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، فيما تم دمج 6 وزارات في 3 لتصبح 33 وزارة بدلا من 36 شملت التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، في إشارة واضحة لدخول عهد استكمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان الجديد وتعيين وزير خاص بالبرلمان، وأخيرا استحداث وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. حكومة شريف إسماعيل سيكون أمامها نحو 90 يوما فقط العمل، باعتبار أن الانتخابات البرلمانية ستنتهي خلال هذه الفترة لينعقد مجلس النواب الجديد قبل نهاية العام. الاختبار الذي سيوضع فيه شريف إسماعيل وحكومته سيكون أبرز بنوده إجراء الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولى الشهر القادم، بالإضافة إلى القضايا الخدمية التي تمس المواطنين في ظل قرب عيد الأضحى وبدء العام الدراسي. بعد اجتماع الرئيس مع الحكومة الجديدة، المهندس شريف إسماعيل قام بعقد مؤتمر صحفي. قال في المؤتمر الصحفي إن الفساد لا مكان له، وهنقف بحزم أمام أي محاولات للفساد. فيما يتعلق بوجود أزمة بنزين، قال ما فيش نقص في البنزين، لكن الموضوع كله كان مجرد زحام لمدة يومين. حوالين التشكيل الجديد، قال المهندس شريف إسماعيل إن الاعتذارات كانت محدودة للغاية، وإنه التقى 50 مرشح ومنهم وزراء قدامة تبادل وجهات النظر معهم، وأن الحكومة الجديدة لم تدرس إجراء حركة تغييرات للمحافظين، وأن اختياره للسادة الوزراء جاء على أساس الكفاءة والنزاهة والعمل والسرعة في الأداء.
في نفس الوقت رئيس الوزراء قال أن الحكومة لا تملك عصا سحرية وأن الحلول محتاجة لوقت، وأكد رئيس الوزراء على أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة تضمن عدة محاور، وأن في استحقاق دستوري قادم وهو الانتخابات هيتم العمل عليه بكل شفافية ونزاهة، وهو جزء أساسي من التكليف، بالإضافة برضو للتركيز على المشروعات الكبرى. حوالي موضوع ارتفاع الأسعار قال المهندس شريف إسماعيل أنه هيكلف وزير التموين بضبط الأسعار خاصة السلع اللي بتهم المواطن البسيط، وأنه بنهاية شهر أكتوبر هيكون في إضافة جديدة من البترول للمشروعات وللمصانع المتوقفة. خلونا نتابع مع حضراتكم تقرير عملناه كده، يعني شفنا آراء بعض المواطنين حوالين رأيهم في الحكومة الجديدة وإيه اللي مستنينه منها. أنا محتاج أن البلد تبقى كويسة، أول حاجة الأمن يبقى مستقر، تاني حاجة ان الناس ما تبقاش محتاجة حاجة، الشباب تشتغل كلها والناس تمشي بضمير. لابد من القضاء على الفساد بوجه عام، كل واحد في الحكومة يبقى قد مسؤولياته ويشتغل بما يرضي الله وينزل الشارع مع الناس ويتفاعل مع الجمهور. عملية تثبيت الأسعار وزان الأسعار ما تزيدش، وبالأخص اللحوم. عايزين حكومة نرى فيها نشاط، نشيطة، كل وزير يبقى نشاطه ويقوم من على مكتبه. طلباتي ان الحكومة تحس ان هي احد المواطنين، ان هو الوزير ده مواطن زيه ينزل في الواقع معانا ويشوف الاسعار ايه، يشوف ايه المشاكل اللي بتصادفنا. تطوير البنية التحتية ده اهم حاجة، صحة، تعليم، العدالة الاجتماعية. مسؤول اللي يمسك جديد يراقب اللي تحت منه، في توظيف للشباب قاعد من في البيوت يعني مش ليه شغل وكده. نطلب العدالة طبعا في كل حاجة. الحكومة تاخد بالها من الشعب، نظافة الشوارع، يعني القناة الجديدة اللي اتفتحت عايزين فيها شوية مشاريع كويسة. عايزين بس الناس تبص للسياحة، عايزين يا باشا البلد ترجع زي ما كانت. وزير التومين ياخد باله من أسعار اللحوم المرتفعة دي. تجين الفترة اللي جاية حكومة حسب المواطن، الاهتمام بالمواطن الفقير، المواطن العادي، راعي الناس وتشوف مصالحها، واللي هم بس ما يقبلوش حاجه مش بتاعتهم. حل كل المشاكل اللي موجود فيها البلد وتوفر لنا الامان والاستقرار للبلد. التعليم اهم حاجه يبقى كويس، وان الصحه تبقى كويسه. عايزه عيال يتربوا في مستوى كويس، يكون شغل كويس جدا وفي ضمير جدا. نفسي ياخدوا بالهم من المدارس ومن الارياف ومن مدارس الارياف. مرة تانية نتمنى التوفيق للحكومة وإنها تقدر تلبي طموحات المواطن المصري وتحل مشاكل عانينا منها لسنوات طويلة. مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. نرجع لمتابعة أخبارنا. الرئيس النهاردة أصدر قرار جمهوري بتعيين المستشار نبيل أحمد توفيق صادق نائب رئيس محكمة النقض كنائب عام لمدة 4 سنوات. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس التقى بالنائب العام الجديد وأكد على المهمة السامية التي يطلع بها النائب العام، خاصة في المرحلة الراهنة اللي بتتطلب جهد مضاعف من كل أجهزة الدولة ومن بينها مؤسسة القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون. بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على خلو منصب النائب العام، أدى المستشار نبيل صادق اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح ثاني نائب عام يتولى المنصب منذ ثورة 30 من يونيو. النائب العام الجديد الذي تميز على مدار سنوات عمله بالشرطة أو القضاء بالحيادية التامة وعدم الميل تجاه أي طيار أو جماعة أو فئة هو من رشحه المجلس الأعلى للقضاء من بين 3 أسماء، من بينهم المستشار علي عمران النائب العام المساعد والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل. تخرج نبيل صادق في كلية الشرطة عام 1976 وهو أيضا الحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد، وعمل بجهاز الشرطة حتى وصل لرتبة نقيب ثم قدم استقالته. بدأ المستشار نبيل صادق عمله في سلك القضاء عام 1978 ثم تولى العديد من المناصب أهمها رئيس نيابة بنيابة الشؤون المالية والتجارية ورئيس نيابة بنيابة جنوب القاهرة، وعمل مع النائب العام الأسبق رجاء العربي بالمكتب الفني. مثل نبيل صادق القضاء المصري في عدة محافل دولية من بينهم إعارته للعمل في دولة قطر لمدة 6 سنوات قاضيا بمحكمة التمييز القطرية
القطرية. وبعد عودته شغل منصب نائب رئيس محكمة النقد بإحدى الدوائر التجارية، كما تولى رئاسة مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقد. كمان النهاردة الرئيس استقبل بمقر رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في أول زيارة يقوم بها للقاهرة. الرئيس عقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي واتكلم عن الأحداث المؤسفة اللي بيشهدها الحرم القدسي الشريف، وقال إن الانتهاكات اليومية اللي بيشهدها المجلس مسجد الأقصى بشكل غير مسبوق بتزيد من حالة اليأس اللي بيعيشها الفلسطينيين. وطلب الرئيس من الحكومة الإسرائيلية التحلي بالمسؤولية، وإن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هتظل رمزا للعالم بأسره. وطلب الرئيس من المجتمع الدولي إنه يدرك سبب تعلق العالم الإسلامي بالحرم القدسي الشريف. من ناحيته رئيس المجلس الأوروبي قال إنه تناول في مباحثاته النهاردة مع الرئيس موضوع الهجرة والأزمة الحالية للاجئين، وقال إنه هيتكلم عن نتائج المشاورات في الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي في نوفمبر اللي جاي. اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأتطرق لموضوع مهم أتابعه باهتمام وقلق بالغ، ألا وهو الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والتي تعد بلا شك انتهاكا خطيرا للمقدسات الإسلامية، التي يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك تعلق جميع المسلمين بها، بما ينبئ بتصعيد غير مبرر يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام والاستقرار، ليس فقط بالنسبة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل للمنطقة والعالم بأسره. إن الانتهاكات اليومية التي يشهدها المسجد الأقصى والذي تزايدت وتيرتها بشكل غير مسبوق، إنما تخلق ظروفا بالغة الدقة وتؤشر إلى تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن الاطلاع بمسؤولياتها وفقا لقواعد القانون الدولي التي تفرض عدم المساس بهذه المقدسات. أرحبت باستعدادات مصر للانتخابات البرلمانية المقبلة في الشهر المقبل، وخلال الاجتماع ألقيت بالضوء على أهمية تنفيذ الدستور الجديد المصدق عليه من جانب المصريين العام الفائت، والذي يحمي الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية. وأيضا ألقيت بالضوء على أهمية أيضا إرساء هذه الأمور الخاصة بالعدالة داخل البلد. أيضا الاتحاد الأوروبي ملتزم بوقوفه إلى جانب مصر. سنواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لصالح الشعب المصري. احنا معنا على التليفون دكتور سعيد اللاوندي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية. برحب بحضرتك معنا دكتور سعيد، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. ايه تعليقك على اللقاء والدور اللي ممكن تلعبه أوروبا لحل الأزمة في القدس الشريف، خاصة مع تصريحات غربية بنتابعها في الفترة الأخيرة لا تتعدى الشعور بالقلق؟ وهل فقط نعول على أوروبا ولا العرب لازم يكون لهم دور فعال؟ طبعا لابد أن يكون العرب دور فعال، لأن انتهاكات المسجد الأقصى ليست نوعية تحدث في بين فترة أخرى، لعل آخر مرحلة أو آخر مرة كانت في عهد شارون في فبراير عام 2000 عندما كان هناك اجتياح للمسجد الأقصى وقامت الانتفاضة الثانية ضد إسرائيل. على أي حال أعتقد أن الرئيس السيسي كان على حق عندما عرض هذا الموضوع على رئيس المجلس الأوروبي، بالإضافة لأشياء أخرى كثيرة مؤكدة أن العرب والمسلمين لا يمكن أن يقبلوا بإطلاقا مثل هذه الانتهاكات، لأن المسجد الأقصى مهم جدا من ناحية دينية ومن ناحية روحية، هذه مسألة مؤكدة. لكن يبدو أن رئيس المجلس الأوروبي كان مهتما أكثر بمسألة اللاجئين، وأعتقد أن يعني جاء خصيصا لأن مصر يعلم جيدا أنها فتحت أبواب الإخوة السوريين، وهناك أكثر من نصف مليون على الأقل موجود في مصر كما أشار الرئيس أكثر من مرة، لكن هناك 120 ألف فقط دون توزيعهم على جميع أنحاء الدول الأوروبية. أعتقد أن هناك رفض من جانب هولندا ورفض آخر من جانب المجر. على أي حال في نهاية هذا الشهر أعتقد أن ستكون قمة أوروبية لمناقشة هذا الموضوع، لكن بشكل
نعتقد أن يعني اللاجئين السوريين لابد من تحسين أوضاعهم، لكن عدم الخلط مطلوب في هذا الجانب، لأن هناك هجرة غير شرعية، البعض يتصور أنها جاءت من دمشق أو جاءت من سوريا، ثم هناك اللاجئين أيضا اللاجئين بشكل عام، لأن هناك لاجئين من دول عديدة جدا، وأعتقد أن هناك معاهدة دولية صدرت عام 1951 تنظم حقوق اللاجئين. إذن اللاجئين بشكل عام ليست أبدا من السوريين، اللاجئين السوريين جزء من قضية عامة هي اللاجئين بشكل عام. أعتقد أن يعني التقارب بين مصر وأوروبا مهم للغاية، وأعتقد أن الرئيس أيضا زار فرنسا وإيطاليا والفاتيكان وأسبانيا وألمانيا بدعوة من مصر ميركل، لكن بشكل أساسي أعتقد أن استخدام الاستثمارات من أوروبا شيء مهم، باعتبار أن أوروبا دول مشاطئة للبحر المتوسط شمالا ونحن مشاطئين جنوبا، وأعتقد أن الرئيس السيسي قريب جدا من الدول الأوروبية، وأعتقد أيضا الدول الأوروبية قريبة. لا تنسي أن الرئيس فرانسوا أولاند الرئيس الفرنسي زار مصر وجاء خصيصا إلى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الثانية، كل هذا تقدير لمصر بأن السيسي نجح في عودة طيبة الدولة الذي كنا نفتقده قبل سنوات. نعم، شكرا جزيلا على التعليق الكاتب الصحفي أستاذ سعيد اللوندي المتخصص في الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا. خبر يمكن لسه حالا يعني بخصوص لقاء آخر، واضح أن كان في نشاط مكثف من الرئاسة النهاردة. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بوفد من مجلس النواب الأمريكي، وكان بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة. اللقاء زي ما قال عنه السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، كان أن الوفد الأمريكي استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية دور مصر داخل محيطها الإقليمي في مواجهة التحديات اللي بتواجهها المنطقة. وأعضاء الوفد برضو بدورهم أشاروا لمحورية العلاقات ما بين مصر وأمريكا ودورها في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأكدوا على دعمهم لمصر كشريك استراتيجي خاصة في مواجهة الإرهاب. برضو من ضمن الأشياء اللي ركز عليها اللقاء زي ما ذكر السفير علاء يوسف، اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود. ونوه الرئيس لتطلعه لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي وبناء الأسس اللازمة لتحقيق انطلاقة مستقبلية في العلاقات بتقوم على تحقيق المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة، وخاصة زي ما بقول لحضراتكم تحدي الإرهاب. بالنسبة لانتخابات البرلمان النهاردة أول أيام حسم الطعون الانتخابية المقدمة طبعا من اللي حصل وتم استبعادهم سواء بالنسبة للمرشحين الفرديين أو للقوائم. كان من أبرز الطعون اللي تقدمت الطعن اللي تقدم به دكتور محمد حمودة المحامي عن أحمد عز المرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية بالمنوفية. دكتور حمودة اتقدم النهاردة بدعوة قدام محكمة القضاء الإداري، دعوة مستعجلة ضد قرار استبعاد موكله. هو اليوم الأول لنظر الدائرة الأولى بمجلس الدولة للطعون التي تقدم بها المرشحون المحتملون لمجلس النواب القادم. الطعون التي تجاوزت 180 طعنا انتخابيا تنتظر أحكاما عاجلة ستصدرها المحكمة بدءا من اليوم وعلى مدى اليومين القادمين. النهاردة تقدمنا بأربع طعون على قرار اللجنة العليا باستبعاد قائمة الصعيد وقائمة القاهرة والواجب البحري وسرقة أوراق الشرقية وشرق الدلتا، والتي لم تمكننا اللجنة العليا تقديم أوراق بدلا منها، وبالتالي فقدنا ثلاث قوائم وتركوا لنا قائمة واحدة يتيمة هي قائمة غرب الدلتا، وبالتالي أصبحت المنافسة غير متكافئة وأصبح الوضع السياسي في الانتخابات القادمة يعني قاتم، لأنه القوى السياسية الفاعلة مش موجودة في المنافسة، وبالتالي كان لابد من الطعن، خاصة وأن قرارات اللجنة العليا لم يحالفها الحظ ولم تكن قرارات متفقة مع صحيح القانون. جاءت الطعون مركزة على نتائج الكشف الطبي الذي أثبت تعاطي البعض للمخدرات والمسكرات، كما تضمنت استبعاد بعض القوائم الانتخابية والتي طعنت على رفض اللجنة إدراج مرشحيها بالكشوف كقائمة الجبهة المصرية وطيار الاستقلال. الطعن بتاعي مقدمه بسبب أن عدم تسليم كشف طبي حديث، فالنهارده انا مقدم الطعن عشان اقول ان انا كشفت فعلا طبي ومعايا الكشف الطبي بتاعي. نازلين قائمتين وتم استبعادهم من قبل لجنه عليا للانتخابات. احنا النهارده بنقدم طعن على
هذا الاستبعاد، وبنقدم الدفوع ان اسباب الاستبعاد دي كانت اسباب غير موضوعيه وغير حقيقيه، اضافه الى دعاوى تطالب بوقف ترشح نواب محتملين لانتماءاتهم للحزب الوطني المنحل او جماعه الاخوان المسلمين او حزب النور. وستقول المحكمه كلمتها اليوم في عدد من الطعون الانتخابيه في تحديد لمصير القوائم والمرشحين. من شأنها أن تعيد ترتيب المشهد الانتخابي مرة أخرى، وحده القضاء هو الذي سيفصل ويقول الكلمة الأخيرة فيما يزيد عن 180 طعنا انتخابيا. هالة أنزيل، الحياة اليوم. روح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نتابع مع حضراتكم إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية. قضايا كتيرة مطروحة دلوقتي في المشهد السياسي، سواء كنا بنتكلم على آخر حاجة الحكومة الجديدة اللي حلفت اليمين النهاردة، الرأي بالنسبة لتشكيلها، أدائها، الدور المنتظر منها، كمان انتخابات البرلمان، استعداد الأحزاب لخوض المعركة الانتخابية، الدستور والدعوات اللي بتطالب بتعديل، وكتير من الملفات اللي هنطرحها للنقاش على ضيفنا سيادة المستشار بهاء أبو شقة، المحامي بالنقد، سكرتير عام حزب الوفد اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا. خلينا ابتدي مع اللي حصل النهارده، الحكومه الجديده، ايه انطباع حضرتك بالنسبه يعني للتشكيل والدور اللي ممكن تلعبه الحكومه؟ هو انا ليا راي في هذا المقام، وهو اننا منذ 52 حتى الان بنفتقد الوزير السياسي. ويمكن هذا الافتقاد هو السبب الرئيسي فيما نعاني ويعانيه المواطن المصري وتعانيه الدولة من مشكلات. الوزير السياسي يعني الحكومة السياسية، مفهوم، لأن هو السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، الحكومة، الحكم المحلي بنظام المحافظين وخلافه. الحكومة السياسية بتفترض أن يكون هناك برنامج معلن والتزام أمام البرلمان أو أمام الشعب قبل أن تتولى. يعني هي المسألة مش مسألة وزير أو وزارة تأتي جات ليه ثم بعد ذلك بتقدم استقالتها أو تقال أو خلافه ومشيت ليه. لأن من حق الشعب المعلومة، سواء بالنسبة للوزارة أو أي شيء، لأن حق المواطن في أن يكون على بينة وعلى علم كامل وتام بأي معلومة بتهم المواطن المصري. تمام. ففكرة الوزير السياسي أو الوزارة السياسية ليس ذلك تقليلا من شأن التنقراط الخبراء، لأن الخبير هو الذي يعاون بالنسبة للحكومة، الوزير السياسي أو الحكومة السياسية بتبقى في سياسة عامة للحكومة، ثم بعد ذلك الوزراء كل في وزارته بينفذ سياسة عامة للحكومة. إنما ما نعانيه الآن أننا أمام وزارات، كل وزارة جزر منفصل عن الأخرى. التعليم منفصل عن الصحة، منفصل عن الصناعة، الاستثمار. دي مسألة في غاية الخطر والخطورة. وأعتقد لكن هل المطلوب في التوقيت ده يكون في حكومة سياسية أو محسوبة على طيارات أو أحزاب بعينها، خاصة واحد داخلين على البرلمان؟ لا، أنا مش بتكلم على الحكومة الحالية، أنا بتكلم بوجه عام. بوجه عام أننا سرنا في هذا المسار من 52 حتى الآن في أننا افتقدنا ولم نكن أمام الحكومة السياسية أو الوزير السياسي. يعني هضرب لحضرتك مثلا وزير الزراعة. لابد أن يكون مثلا لديه اتصال بالسياسة العامة للدولة، عاوز يزرع قطن قد إيه، عاوز يزرع قمح قد إيه، عشان هيستورد قد إيه. دي تتعلق مثلا بوزارات أخرى تتعلق بعملية الاستيراد والتصدير وخلافه. عاوز مثلا تقام، إذا كنا دولة زراعية، الصناعات قد تكون صناعات زراعية. كل هذه المسائل يعني زمان قبل كده لما كنا امام الوزير السياسي في حاجه اسمها وكيل الوزاره الدائم.
وكيل الوزارة الدائم الوزارة تتغير، إنما هذا الوكيل بيكون لديه ده الفني بقى اللي إيده في الفني. فلا تغير. يعني مثلا إحنا هنضرب مثل نيجي مثلا نبص تلاقي مثلا جه وزير تعليم قال ده الإعدادية 6 سنين كتيرة نعملها 5، يجي وزير تاني يقول لا ده لا المسألة دي عملت اضطراب في التعليم وضعف في التلاميذ، كل وزير بيجي نعملها نعملها 6 تاني. هذا الاضطراب لا يمكن أن يحدث مع حكومة سياسية لها برنامج سياسي معلن ورؤية معلن محدد فترة محددة لتنفيذه. الجميع عبارة عن خيوط بتتصل لتنفيذ سياسة عليا للحكومة اللي هي بتبقى مسؤولة أمام الشعب أو أمام البرلمان. طيب. يعني بالنسبة للوضع الحالي يا سيادة المستشار، الحكومة اللي تم تشكيلها النهاردة وحلفة اليمين، يعني اللي يقول لك دي حكومة مؤقتة وتشتغل كده شهرين وخلاص، لا حكومة والله ممكن تحوز على ثقة البرلمان المقبل، حكومة يكون ملفها فقط الانتخابات ولا تشتغل يعني بمدى بعيد أو منظور أبعد؟ مفيش حاجة اسمها حاجة مؤقتة. دي مسألة مرفوضة، لأن المسؤول متى تولى مسؤولية ولو لساعة واحدة عليه أن يؤدي دوره كما لو كان هيقعد 10 أو 15 أو 20 سنة. فلا بد بالنسبة لمن تولى الوزارة سواء رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أن يعتبروا نفسهم أنهم في مهمة دائمة، وعليهم أن يواجهوا المشاكل التي يعاني منها بشكل سواء ما تعلق منها اللي بيخص الإرهاب الداخلية والجيش. بالنسبة للوزراء المدنيين كل في موقعه بيجابه مشاكل جماهير، لأن الحقيقة والواقع أن هناك مشكلات كثيرة، وهذه المشكلات بتحتاج إلى علاج سريع وناجز، فلا تحتمل ان انا اقول ده هيقعد 14 ويخرج. ما وزير وادى وثبت انه ادى اداء جيدا فليبقى. يعني مساله ان نكون امام او يكون هناك اعتقاد لدى الجماهير او لدى الوزير الذي اسند اليه منصب اليوم انه مؤقت، هذه مساله مرفوضه في فن وعالم السياسه وعالم الواقع. لكن التخوف انه وفقا للدستور البرلمان المقبل يعني هيوافق او يرفض الحكومه الحاليه اللي طبعا بيشكلها رئيس الجمهوريه على امل انه هو اللي يختار الحكومه من خلال الاغلبيه او التشكيل او التركيبه المتوقعه للبرلمان اللي ما حدش يعني عارفها. فهنا التخوف انه يوافق على الحكومه يتعنت يحصل فيه مشاكل دستوريه ولا لا. بالنسبة للاختيار بعد انتخاب البرلمان بنكون أمام استقرار سياسي وديمقراطي، وحققنا الاستحقاق الثلاثة. تمام. الدستور، انتخاب رئيس جمهورية، برلمان. يبقى نحن أمام برلمان وأمام الدستور. الدستور على ما أعتقد المادة 147 بتتحدث عن التعيين بالنسبة للوزارة. فبتقول ففيما يتعلق بالحكومة بتحدد التعيين أنه في بيعين رئيس الجمهورية الحكومة ويعرضها على البرلمان. تمام صحيح. عندما تعرض على البرلمان في ظرف شهر لابد أن يقر الحكومة، إذا رفض فرئيس الجمهورية بيعينها من الائتلاف أو الحزب الذي يحصل على الأكثرية ويعرضها على البرلمان. إذا رفض في هذه الحالة على ما أعتقد أن النص بيعطي السلطة بحل البرلمان. ده القانون أو الدستور فيما ينظمه في هذا الخصوص، في خصوصية اختيار الحكومة.
لكن الأثر السياسي لده. شوف حضرتك بيقول ايه؟ اتفضل. المادة 146 يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. يعني هنا دخلنا بقى في فكرة أن يكون هناك برنامج وبرنامج واضح للحكومة بيعرض على مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما عد المجلس منحلا. صحيح تمام. ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ده ما ينظمه الدستور في هذا الخصوص. وده برضو بنلاحظ ان هنا البرلمان بيكون له غلبة. يعني رئيس الجمهورية ليس مطلق اليد في أن يختار الحكومة زي كما هو متبع بالنسبة للنظام الرئاسي. لأن النظام الرئاسي لا مفهوم. بس احنا غيرنا، هنتكلم في الجزئية دي يا فندم. غيرنا 8 حكومات في 5 سنين، وادي الحكومة شهرين وهينتخب برلمان، وطبعا هنفعل هذه المادة اللي حضرتك اتكلمت عليها. هنا بقى البرلمان يعني يدي الثقة للحكومة الحالية، ولا يقول أنا من الأفضل أنا اللي أشكل حكومتي في ظل أغلبية أو أكثرية غير معروفة؟ يعني البرلمان يقول لك اللي جاي ده ملوش كبير، يعني ما فيش حزب هيقدر يكون لي الكلمة أو الأكثرية أو الأغلبية في البرلمان. ده يعمل هزة، يعمل ارتباك في الحياة السياسية؟ لا، هو البعض فهم خطأ أن على رئيس الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على الأكثرية أن يكلفه بتشكيل حكومة. لا، هو النص ابتدى الأول الرئيس هو اللي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة. فإذا البرلمان رفض فبيكلف الحزب الحائز على الأكثرية. فمن حق رئيس الجمهورية، وحتى في هذه الحالة إذا كان أكثرية، أعطى لرئيس الجمهورية بالنسبة لوزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل حقا بالسيادة الاختيار. فيعني النص ابتداءً رئيس الجمهورية بيكلف الحكومة التي يراها، وليس كما فهم البعض أنه يجب عليه ابتداء أن يبدأ، إنما هو حر يستطيع وفقا لصراحة المادة في أن يختار الحزب الحاصل الأكثرية يكلفه، أو إذا رأى أن الحكومة التي تعمل أو التي كلفت اليوم هذه الحكومة ارتاح للأداء وأنها تؤدي أداء جيدا له أن يكلف. بس ممكن المجلس ما يوافقش على الحكومة اللي هيشكلها الرئيس، يسحب منها الثقة. يعني إحنا برضو بنتكلم، وده مدخل اللي بينادي دلوقتي بضرورة تعديل على الدستور فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في مقابل صلاحيات البرلمان. إنه رئيس الجمهورية لا يقدر يعين حكومة أو يقيل وزير بدون رضا أو موافقة من المجلس. هل توزيع الاختصاصات بالشكل ده مقبول؟ يؤدي لحياة ديمقراطية سليمة؟ احنا نظام رئاسي برلماني مختلط، يعني ايه الانسب لمصر والدعوة للتعديل حضرتك شايفها ازاي؟ هو الدعوة للتعديل، ويمكن انا من اوائل من كتبوا في هذا المجال، وحتى هذه اللحظة بكتب في الوفد مقالة يومية في خصوصية الدستور، وقلت ان الاصل وفقا لنظرية مونتسكيو ان نكون امام سلطات، كل سلطة مستقلة عن الاخرى، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، انما لابد ان يكون هناك تعاون والا تضغى سلطة على اخرى. لما نستقري نصوص الدستور بنلحظ ان هناك طغيانا من السلطة التنفيذية، من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، ويمكن يعني سلطات البرلمان اكثر من سلطات البرلمان اكثر من سلطات رئيس الجمهورية. يعني سلطات كل المسائل، يعني حتى عندما نعود الى نصوص الدستور، رئيس الجمهورية لا يستطيع، مع انه وفقا للدستور
رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية لا يستطيع أن يعزل وزير. أي يعني لابد أن يرجع للبرلمان والبرلمان يوافق بنصوص في الدستور. هذه المسائل بتحتاج إلى أن نحدد هوية الدستور. هل نحن أمام نظام برلماني كما كان الحال في دستور سنة 1923 عندما كان الملك يملك ولا يحكم، وكانت الحكومة تحصل على الأغلبية بتكلم بتشكيل الوزارة الحزب وتبقى مسؤولة أمام البرلمان، أم نحن أمام نظام رئاسي كما هو الحال كان في دستور 71 والدساتير الصادرة بعد الثورة دستور 56 وما تلاه، وبعض الدول زي أمريكا التي تأخذ بالنظام الرئاسي. النظام الرئاسي رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء ومعتبر مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، ولذلك في هذا النظام بنسميه رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء هو رئيس الجمهورية. ويمكن أنا في الدستور هنا لما بيتكلم بيقول رئيس مجلس الوزراء، فرئيس مجلس الوزراء إزاي وأنت تأخذ بنظام بيبقى البرلمان هو اللي المادة 156 في هذا الخصوص. فنحن أمام نصوص كثيرة في حاجة، وإن كان هناك من الآراء اللي بتنادي في أن لا حاجة ولا داعي لأن نكبل البرلمان القادم في البداية، وأن تكون الدعوة قبل انتخاب البرلمان إلى أن نكون أمام تعديل دستوري. ما نقوله هو رأي مجرد، وهو رأي لا هدف لنا فيه إلا أن نكون أمام مبادئ المستقر عليها دستوريا، مستقر عليها دستوريا، وهو فكرة المواءمة والموازنة بين سلطات الدولة الثلاث حيث لا يكون هناك طغيان. يعني ده رأي مجرد بدون النظر ل تركيبة البرلمان أو الخوف من كتلة ما تصعد للبرلمان تكون معطلة أو مؤثرة في المشهد السياسي؟ طبعا أنا أقول لحضرتك حاجة، يعني في القوانين المتعلقة بالحريات على ما أعتقد المادة 121، هذه القوانين بتشترط لإصدارها موافقة ثلثين، شوف حضرتك ثلثين الأعضاء، صحيح، يعني مش ثلثين أعضاء الحاضرين. يعني إذا فرضنا أن المجلس فيه 600 عضو لابد أن يوافق عليها 400 عضو. ومسألة حضور 400 عضو أو الثلثين دي مسألة الحضور المجرد دون الموافقة بتعتبر مستحيل، في نواب من الصعيد وعندنا أصلاً نواب لسه مش عارفين هيقعدوا فين من في المجلس الخارج اللي هم الممثلين المقيمين في الخارج. شوف حضرتك في المادة 120 تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعتبر القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة لها. يعني أي نص عقابي بيحتاج أن نوافق ثلثي الأعضاء. هذه مثلا صورة من الصور. لما نرجع المادة 161 بيجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة الثلث الأعضاء، اللي هي هنا حق سحب الثقة من رئيس الجمهورية. كل هذه المسائل المادة اللي اتكلمنا عنها في أنه لابد خلال 15 يوم من انعقاد المجلس القرارات بقوانين التي تبلغ حوالي 350 قرار بقانون. هذه القرارات بقوانين لابد أن تعرض وتناقش ويوافق عليها مدة 15 يوم أيضا. لكن هنا كان في جدل برضو دستوري أو قانوني بخصوص أن ال 15 يوم دول مدة ملزمة
ولا في تفسير ليها؟ لأنه يعني يقول لك هنلحق في خلال أسبوعين نخلص كل القوانين دي. لا شوف حضرتك حاجة، أي نص ما دام يرتب جزاء فهو نص ملزم. المادة 156 بيقول إيه؟ إن رئيس الجمهورية يبرز القرارات على أن يتم عرضها ومناقشتها، وفي الآخر قال إيه؟ وإذا لم يقرأ زال بأثر الرجعي ما كان لها من قوة القانون. دون حاجة إلى الضرر. ما دام قد رتب جزاء فيبقى إذن هذا الجزاء، ما أقدرش أقول أن هذا هذه المدة مدة تنظيمية. ده بقول يجب أن تعرض وتناقش ويوافق عليها خلال هذه المدة وهي 15 يوم، وبعدين 15 يوم لما يكون عندي 350 ما يقرب 350 قرار بقانون، لو قعد المجلس منعقد ال 15 يوم ليل ونهار مش هيقدر يخلصها. طيب. ودي اللي بتثير أو بتدعو وما دعونا إليه من أنه لابد أن نكون أمام برلمان توافقي وطني مدني بيعي ويتفهم طبيعة المرحلة القادمة، المرحلة القادمة ومهمة هذا البرلمان من أخطر المهمات التي واجهتها البرلمانات المصرية. خلينا عند النقطة دي نرجع بعد الفاصل يا سيادة المشرف. طيب. لأنه ده موضوع عايزين نتطرق ليه بالتفصيل. طيب شكرا. إنه إذا كان البرلمان بالأهمية وبالخطورة دي، وإذا كان في تخوف بخصوص تركيبته أو طبيعته وطبيعة الأحزاب أو الكتل اللي هيكون ليها تأثير، الخطورة المستقلين أغلبيته هتبقى مستقلة، أغلبيته مستقلين ومش عارف هواهم أو توجههم. طيب الأحزاب المدنية إزاي بتتحالف، إزاي بتشتغل، إزاي بتنسق للبرلمان المقبل؟ حزب الوفد على سبيل المثال اللي مشرفنا سكرتير عام سيادة المشرف بهاء أبو شقة، إزاي بيستعد لخوض المعركة الانتخابية؟ كل هذه الأشياء كل التفاصيل نطرق لها بعد الفاصل إن شاء الله، مستمرين مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم وبجدد تحياتي لضيفنا اللي مشرفنا النهارده في الحياه اليوم سياده المستشار بهاء ابو شقه سكرتير عام حزب الوفد. برحب بحضرتك مره ثانيه يا فندم، اهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن البرلمان واهميته وخطوره هذا البرلمان في تاريخ مصر، فعلشان كده في تخوف بخصوص تشكيله او تركيبه البرلمان، والامل بقى ان الاحزاب المدنيه اللي ليها تاريخ ويعني ليها ثقل في المشهد السياسي زي حزب الوفد بنتكلم عنه يكون فاعل او يكون في تنسيق ما بين الاحزاب المدنيه. قبل ما اتكلم بس عن حزب الوفد، يمكن بشكل عام كده اجواء المعركه الانتخابيه او توقعات حضرتك ليها في ضوء القوانين المنظمه للعمليه الانتخابيه. وفيما يتعلق دايما المقدمات بتقول للنتيجة. يعني عشان أستطيع أن أتوقع نتيجة لابد أن تكون المقدمات واضحة قدامي. هو بيمين من المقدمات المطروحة بالنسبة للمرشحين حتى إغلاق باب الترشيح أن هناك نسبة كبيرة جدا بالنسبة للمستقلين، ودي مسألة يعني أعتقد أنها لا تتفق إذا ما أسفرت النتيجة عن أننا كنا أمام أغلبية مستقلة. ده ليس تهوينا أو تقليلا من شأن المستقلين، المستقلين على رأسنا، وإنما نحن أمام نصوص دستورية المادة 5 بتقول النظام السياسي بيقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. ودي هي الديمقراطية. الديمقراطية مش عبارة عن واحد يكتب رأيه خلاص في إعلام أو في أي وسيلة أو في جريدة، لا، الديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر والتداول السلمي للسلطة. وذلك لا يتأتى إلا إذا كنا أمام أحزاب على الأقل حزبين أقوياء، من خلال هذين الحزبين يمكن تداول السلطة. إنما إذا كنا أمام أغلبية مستقلة فما لم نكن أمام ضوابط، هذه الضوابط نابعة من ذات الأشخاص أعضاء المجلس
في أن يقدروا خطورة هذا البرلمان وخطورة المرحلة القادمة في أن نكون أمام توافق وطني مدني يؤسس لدولة مدنية حديثة يظاهر الدولة المدنية الحديثة. فهذه هتبقى يعني أعتقد أنها ستشكل خطورة كبيرة، فيعني وخصوصا أننا أمام نصوص قانونية في أنه إذا دخل بصفة لا يستطيع أن يغيرها. صحيح. حتى يعني يعني كان يتعين أن توائم هذا النص أو نكون أمام نص يسمح بتغيير الصفة، يعني ناجح على أساس أنه مستقل يستطيع أن ينضم إلى أحزاب حتى نستطيع يبقى في أغلبية حزبية أو نظام حزبي قوي، لأن الحزبية هي الديمقراطية. أن نكون أمام أحزاب قوية زي مثلا في أمريكا، في يمكن في أكثر من حزب، إنما اللي بيظهر على الساحة الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. طب التفتيت ده أو أن يكون أغلبية البرلمان فردي غير منتمي لحزب ده ينعكس إزاي على التصويت على مشروع قانون مثلا، تبني وجهة نظر معينة؟ الأحزاب أو النازلين فردي معظمهم زي ما قلنا مش من أحزاب، فبالتالي برضو الغالب هو نائب الخدمات شئنا أم أبينا، يعني ما فيش برنامج حزبي أو برنامج سياسي معين. لا، هي هذه المسألة يعني أعتقد يعني أن الفترة القادمة أو البرلمان القادم لابد أن يكون هناك توعية إعلامية في المقام الأول. هذه التوعية الإعلامية بالنسبة للمرشح وبالنسبة للناخب، وأيضا بالنسبة لحق الناخب أو واجب على الناخب أن يتواجد ليدلي بصوته، لأن يعني أيضا من الملاحظ أن في نسبة حتى المرشحين قلت، يعني إحنا عندنا دلوقتي حوالي 5000، في انتخابات 2010 كانت حوالي 15000، في انتخابات 2012 كانت حوالي 10000، فيعني وصلنا إلى عدد المرشحين حوالي الثلث. وكل ما كثر عدد المرشحين كل ما كثر عدد الناخبين، لأن الناخب راح ينتخب مرشح معين. فدي بتقتضي أن نكون أمام دور للإعلام، لأن المسألة مسألة لا تحتمل السلبية. في ناس خايفة ما يكونش في إقبال كبير في على الانتخابات البرلمانية. دي مسألة فيها خطورة، ودي يعني بعتقد أن الإعلام عليه دور كبير جدا في أن ينبه المواطن. المواطن المصري مواطن هو الذي قاد ثورة 19، وهو الذي قاد ثورة 25 يناير 30 يونيو. المواطن المصري لديه إصرار وعزيمة، وإذا اقتنع بفكرة فبيحقق هذه الفكرة مهما كانت الصعاب يتخطاها. فدي مسألة بتحتاج إلى أن يكون هناك دور ودور للإعلام قوي في أن يحث المواطن في أن يؤدي هذا الواجب، لأن البرلمان القادم هو استفتاء على ثورة 30 يونيو، يعني استفتاء حقيقي. الشعب المصري الذي قام بهذه الثورة، الشعب المصري الذي فرض إرادته وأثبت العالم كله صلابة هذا الشعب وقدرته وقوته، وأن لا تستطيع أي سلطة مهما كانت أن تفرض عليه ما لا يريد. هذا الشعب عليه أن يدرك، وعلى الإعلام أن يبصر هذا الشعب، إن البرلمان القادم مسألة بتتعلق أو مسألة انعكاس أو استفتاء حقيقي على ثورة 30 يونيو. على الجميع أن ينزل إلى الشارع وأن يقول رأيه، وأن يكون أمينا في اختيار المرشح اللي هنتخبه، يعني لا مجال للمجاملة ولا مجال للسلبية. لابد أن يؤدي دوره ويختار من يرى أن لديه القدرة الحقيقية، لأن البرلمان القادم في مهام ثقيلة جدا، ومن أخطر البرلمانات التي مرت بمصر، لأن هناك
العديد من التشريعات التي تنتظر هذا البرلمان، لأن في غياب برلمان لمدة 5 سنين مفهوم من 25 يناير حتى الآن لسنا أمام سلطة تشريعية. طيب على مستوى حزب الوفد إزاي الحزب استعد؟ هو مشارك في قائمة في حب مصر، لكن على مستوى برضو المقاعد الفردية نازلين بقد إيه؟ وبرضو جزء تاني في السؤال، إنه في ناس كتيرة طبعا تبعت بقلق المشاكل اللي كانت حصلت لحزب الوفد مؤخرا، هل انعكست بأي شكل من الأشكال على قوة الحزب على استعداده، ولا يعني الموضوع عدى إزاي؟ أنا أقول لحضرتك الحزب السياسي عشان يكون حزب بمفهوم الحزب لابد أن يكون مستعدا لأي وقت لأن يخوض الانتخابات. تمام. يعني ما يجيش يقول أنا أصلا مش ما كنتش مستعد، لا، لابد أن يكون مستعدا في أي وقت. حزب الوفد مش عشان أنا سكرتير عام الحزب، من أعرق الأحزاب السياسية اللي مش في مصر فقط وإنما على مستوى العالم. حزب نشأ من رحم ثورة 19، حزب له مبادئ، له ثوابت، له قيم، له اللوائح التي تنظمه، له المؤسسات التي تلتزم بتلك اللوائح. كل هذه المسائل من أصول الحزبية ليس في مصر وإنما في العالم كله. احنا عندنا في حزب الوفد لدينا 199 مقر على مستوى القطر، 199 مقر سواء في المحافظات، في الأقسام، في المراكز، في حتى في على مستوى القرية. هذه اللجان جميعا على تواصل مستمر مع الجماهير، تواصل مستمر بيتحسس ما بيعيش مع المواطن المصري أفراحه وبيعيش معه آلامه. يمكن الحزب الوحيد الذي لديه جريدة منذ سنة 1984 على ما أعتقد. فحزب الوفد مستعد دائما، حزب لديه يعني اللائحة التي تنظم مسيرة الحزب، له مؤسساته الهيئة الوفدية ومؤسساته الهيئة العليا والمكتب التنفيذي وخلافه، لديه حكومة موازية. هذه الحكومة كل وزير في حكومة الوفد الموازية لديه عقيبة ولديه برنامج وجاهز في أي وقت لأن يتولى الحقيبة التي مسندة التي أسندت إليه وينفذ هذه الحقيبة. يعني أفهم من كده أن الحزب عنده كوادر أو عنده رؤية أو مشروع بديل، أنه دايما يتقال مثلا إيه المعارضة من أجل المعارضة، ولا تقدر تعمل حاجة، تقدر تغير، تقدر تقدم رؤية للتعامل مع المشاكل؟ لديه الرؤية الصحيحة للديمقراطية اللي نصت عليها المادة 5 من الدستور، وهي التداول السلمي للسلطة. أي حزب سياسي لا يكون مستعدا في أي لحظة في أن يتولى السلطة كحكومة أو حقائب وزارية أو حكومة كاملة يبقى لا يصلح وأن ينعت بأنه حزب سياسي، لأن الحزب السياسي لابد أن يكون لديه برنامج. برنامج الوفد معروف في تاريخه، له ثوابت وله مبادئ، وهو الديمقراطية والدفاع عن الدستور والدفاع عن الحرية وعن مصالح العمال والفلاحين وجميع القوانين التي صدرت في فترة حكم الوفد قبل 52، رغم أنه كان يأتي في كل مرة بأغلبية ساحقة، وكان بيقال كل مرة كان بيقال لأنه كان دائما ينحاز إلى الطبقات الكادحة من العمال والفلاحين وإنصاف الموظفين. في عصر حكومات الوفد القوانين المتعلقة بالفلاح، البنك، البنوك التي تساعد الفلاح،
بالنسبة للقانون العمل بالنسبة لتمصير البنوك، كل هذه المسائل أو كل هذه المشروعات القومية الضخمة التي لا زالت عماد النظام في مصر كانت في عصر حكومة الوفد. فإحنا مستعدين للانتخابات، وأحب أقول جزئية يعني حتى فيما يتعلق ب، يمكن أنا قلت كتبت رأي في قبل ذلك، أن كل ما يعني حزب الوفد كحزب له تاريخ الوطني ليس عدد المقاعد. ولذلك قلنا إن ما يعنينا في هذه المرحلة أن نكون أمام برلمان توافقي، هذا البرلمان التوافقي المدني الذي يكون ظهيرا للدولة المدنية الحديثة. نحن في مرحلة بناء دولة، ليس الوقت لا يسمح في أن نتصارع عشان مقاعد. وأن نكون وأعلننا أننا نغلب من واقع تاريخ الوفد وماضيه المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة. وقلنا أن إحنا عندما اشتركنا في قائمة حب مصر أعلنت هذا الرأي، الدكتور سيد رئيس الحزب أعلن هذا الرأي، أننا نشارك من واقع المسؤولية الوطنية، وأن يكون ذلك إعلانا واضحا وظاهرا وصريحا في أننا وراء الدولة المدنية الحديثة، وأننا نسعى جاهدين لأن نؤسس لحياة ديمقراطية سليمة غابت عن سماء مصر من 52 حتى الآن. فإحنا فيما يتعلق شاركنا، وفيما يتعلق بالفرد أيضا أعلننا أننا نرحب بأي توافق وتنسيق وطني من أجل أن نحقق هذا الهدف الذي نسعى إليه ويسعى إليه كحزب له تاريخ الوطني، في أن نكون أمام برلمان توافقي سواء فيما يتعلق بالفردي أو فيما يتعلق بالقائمة. حضرتك ركزت أكتر من مرة وبتتكلم يا فندم على برلمان توافقي مدني، وتحت مدني دي عايزين نحط كذا خط، لأنه عايز أسمع رأي حضرتك في الدعوات، يعني سواء حملات شعبية بتحصل أو دعاوى قضائية بخصوص حزب النور أو كل الأحزاب اللي ليها مرجعية دينية، 10 أو 11 حزب. البعض قال لا في إشكالية فعلا في هذه الأحزاب، والبعض قال لك لا من باب المواءمة السياسية ما ينفعش إن أنا يعني أنحيها من المشهد السياسي. والله في 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 هذه الخصوصية نحن أمام أحزاب قائمة وبتمارس حياتها الحزبية وفقا للدستور، ما لم نكن أمام حكم قضائي صريح وواضح وواجب النفاذ. فهذه الدعوات في اعتقادي الشخصي مجرد عن الرأي الحزب دعوات يعني بتفتقد إلى الأساس القانوني والدستوري، يعني الاستناد أو الرأي النهائي للقانون أو القضاء يؤكل منه. إحنا أمام دولة بيحكمها سيادة القانون، وسيادة القانون تلزمنا بأن نلتزم بالشرعية الدستورية والشرعية الإجرائية. فالأصل في الأشياء أن نكون أمام، نحن أمام حزب أو أحزاب قائمة، هذه الأحزاب لها شرعيتها الدستورية إلى أن نكون أمام أحكام واجبة النفاذ. يبقى في هذه الحالة علينا جميعا أن ننحني لهذه الأحكام احتراما لسيادة القانون. طيب نقطة تانية فيما يتعلق بالأحزاب والخوف أنه ما يحصلش تنسيق ما بينها وأنها تفتت بعضها وتفتت أصوات بعضها، هل حزب الوفد بيشتغل حاليا على التنسيق بالنسبة للمقاعد الفردية، ولا ده هيكون يعني في وقت لاحق، ولا إيه الموقف يا فندم؟ والله إحنا حتى هذه اللحظة وبأعلنها من هذه النافذة الإعلامية المحترمة، إحنا كحزب وفد بنمد أيدينا إلى كل من يسعى إلى تحقيق الهدف الذي أعلناه ونصبو إليه جميعا، وهو أن نكون أمام برلمان توافقي.
أي رأي أو اتجاه أو فكرة بتدعو وتحبز وتسعى إلى تحقيق ذلك إحنا معاها. إذا انتهت الانتخابات وكنا أمام برلمان سنسعى أيضا في داخل البرلمان أن نكون أمام كتلة وطنية توافقية علشان في نصوص في غاية الخطورة بتحتاج إلى أغلبية معينة. مفهوم. طيب. يعني في نصوص بتحتاج إلى ثلثين الأعضاء. ثلثين زي ما قلنا. يعني طيب أخيرا، هل حضرتك عندك التخوف اللي عند البعض إن البرلمان القادم ده مهدد بالحل؟ على أساس إيه؟ أصل حل البرلمان ليه إجراءات ونصوص في الدستور، يعني مش مسألة كده هيجي واحد قاعد كده قام من النوم قال أنا هحل برلمان. لا، له ضوابط وحل وبتعرض على استفتاء ويعني نصوص منظمة، يعني ما أعتقدش أن هذا الرأي له أساس. متفائل بخصوص البرلمان القادم إن شاء الله؟ متفائل بخصوصه؟ والله أنا متفائل بإيه؟ متفائل بالشعب المصري. لأن الشعب البرلمان هو هو تمثيل للإرادة المصرية. هذه الإرادة الصلبة القوية الوطنية التي فرضت رأى مش في 30 يونيو، في ثورة 19 فرضت نفسها سنة 1805 عندما طردت الوالي العثماني وأتت بمحمد علي. الشعب المصري شعب له تاريخ عريق، له إرادة، هذه الإرادة هي التي ستفرض نفسها على النهاية، سواء بالنسبة لنتيجة الانتخابات أو بالنسبة لعضو البرلمان الذي سيمثل هذا الشعب. والمشاركة من الأساس زي ما حضرتك بتقول، بنعاول على الشعب المصري أن يكون وهو بيثبت في كل مناسبة وعيه وأنه يدرك أهمية اللحظة، لازم يكون مشارك وبقوة وبكثافة عددية للإعلام. يعني أنا ما زلت أطالب الإعلام وهو إعلام وطني في أن يشارك في هذا الدور الوطني في تبصير المواطن في حسه، في أن يتوجه إلى صناديق الانتخاب ويدلي برأيه، لأن دي مسألة استفتاء كما قلت، أن هذا البرلمان هو استفتاء على ثورة 30 يونيو. الخطوة الثالثة والمكملة لخريطة المستقبل. شكرا جزيلا. سيادة المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، شرفتنا في الحياة اليوم. شكرا لحضرتك. شوفكم بكرة بإذن الله. أشوفكم على كل خير إن شاء الله يا رب.